السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي، ما اشتركتش في القناة اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة ام ليلى وطيور. النهارده حبايب قلبي جالنا خير جديد ورزق جديد من داخل الفقاسة. بقالي اسبوع او اكتر من اسبوع ما طلعليش خير في الفقاسة من اخر فيديو نزلته معاكم الفقاسة، لان مفيش فيها كمية بيض قد كده، فاللي فيها بيطلع وربنا يبعت بقى الرزق. يعني ما نشوف العمل هيبدأ يمشي ويجي لنا بيض ولا لسه الدنيا واقفه ولا ايه، مش عارفه والله. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. يعني البيض اللي بيجيني ما فيش بيض خالص، بيجي خالص دلوقتي كميه البيض بسيطه. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو في راس مال انا هجيب بيض واشغل الفقاسه. زي ما انتم عارفين في فقاسه الصغيره هناك هي مفصوله واقفه، وانا عارضاها للبيع لاي حد محتاجها. اما دي ديت بقى هي اللي شغاله، فيها كميه بيض بسيطه. نبدا نسمي كده حبايب قلبي ونشوف ايه الخير اللي جانا، ونشوف ايه البيض اللي فضل معانا في الفقاسه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايبي كتكوت وامي همت اهو، وبطه. بسم الله الرحمن الرحيم، في كمان كتكوت وامي اهو يا حبايبي، عايز يقزح وينزل، ومعانا بطه طالعه اهو، كميه بطه اهي. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم كده، دي بط بشاري يا حبايبي لسه صغير. شايفين بقى المنظر ده، البطه دي سرها كله طالع بره، منظر يعني منظر يحزن فعلا. دي منظر يحزن. انا مخلصه بتادين، مش عندي بتادين دلوقتي يا حبايبي، ومش عارفه بقى اتصرف وياها ازاي. هي دي مش هتعيش اصلا، دي مش هتعيش. بس يا رب بس ميبقاش في حاجه تانيه. صرها طالع دايرين يقعد زي من على الرف، فربنا يسترها بقى على البطه اللي صورها طالع دي، ما يحصلهاش حاجه. هل بس الاشواج عشان اطوق لهم المكان كده كمان يا حبايب قلبي. البط ده انا اللي خليله بايدي. رايحين فين؟ رايحين فين بس قولوا لي. انا اللي خلي البط دي بايدي، ما كانش جه ميعاده وما طلعش، فلقيته صاحب البيضه، مسكته كسرت البيضه من قبل المنقار، وطلعته خلاط له يعني نص القشره كده عشان يطلع، لولا كده كان مات كله. دي البط ده شاري يا حبايب قلبي، وهي ركناه عنده، يعني اللي جاي بعته لي ركناه عنده، فما جبتوش يعني على طول صابح كده طازه كده. اتنته عندها فتره جامده، جايبه لي 26 بيضه بط، في شيء كتير طلع فاضي، ودول حوالي عن 15 بطه، 15 او 14 في الحدود دي. ربنا يبارك يا رب ليها ولينا وام الشيخ الاجمعين. بس البطه اللي ايه اللي صورها طالع بره ديت مش مضمون، مش مضمون انها تطلع. الكتكوتين الروم دول بتوعي، دول الجزء الكتاكيت الروم اللي هما بتوعني اهم يا حبايبي، دي روم اسود اهو، وباقي البط بتاعها هو ادي ثلاثة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 12 ولا ثلاثة يبقى 15. البط كمان صورها طالع بره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، كتكوت نزل على رجلي جد واحنا بالليل فك عيسى اهم يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده، ده الخير اللي جالنا وده الرزق اللي جالنا في الفقاسه بعد فتره. هو ما طلعليش حاجه في الفقاسه من زمان، مش ان في بيض بايظ او حاجه، لا ما كانش في عندي كميه بيض. زي ما انتم عارفين كانت كميه البيض اللي عندي في الفقاسه كانت عويله، فاللي كان عليه الدور طلع ولسه في بيض. انا حتى جبت فراخ جديده اهوت ليا، جبت فراخ يا حبايبي. واحده كانت جايباه 30 بيض بطه، ما طلعش الا ثلاثه بس تكون خصوبه. وريت بقيه البيض فاضي، مفيش فيه بذره خالص هون يا حبايبي، باقي البيض فاضي اهو. هما مش عايزين يقفوا على الرف، وبعذرهم من دبهم ده على الارض، انا خايفه عليه. لقيت البيض ده فاضي كل ده، يعني دي برضه بتبقى خساير انك تجيب البيض تحطيه اسبوع في الفقاسه والكهرباء شغاله ويطلع فاضي، دي برضه بيزعل النفر. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، اللي عايز ربنا بقى لنا هو اللي هيكون. فالنفر يعني تبقى فرحانه وتكون جاي له بيض ويجي يبص البيض كله فاضي، فبيزعل بيزعل جامد يعني. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دي بط الثانيه اهوت يا حبيبي، بس في بذره دي بتبقى اهوت، وده برده بط في بذره اهوت. ربنا يبارك يا رب لاصحاب الحاجه دي، ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. ودول مش هيقعدوا ساكتين، انا اذا طلعتهم بقى من قلب الفقاسه، شيلهم بقى طلعهم من قلب الفقاسه، لان هم مش هيقعدوا في المكان ده خالص، عايزين يخرجوا منه. هم عاملين بيرموا نفسهم على الارض. فلازم بقى اخرجهم من الفقاسه. دول 15 بطه زي ما قلت لكم يا حبايبي،
انا هشيل الكتكوتين الرومي بس دلوقتي، هحطهم مع الفراخ بتاعتي اللي بره، وهسيب دول بقى للصبح لان مش هينفع اطلعهم دلوقتي، هسيبهم للصبح لان ايه ما عنديش مكان ليهم. هوريكم انا هحط الكتكوتين الرومي بتوعتين، خليكم معايا كده يا حبايبي. معايا هنا الكتكوت بتاعتي اهي، دول اللي كانوا طالعين اخر حاجه من الفقاسه. بسم الله ما شاء الله بقوا حلوين هما، ربنا يبارك لي ولكم الامه محمد اجمعين. هم طالعين على الفطارات برده، مش طالعين مره واحده، فوم هندي وفوم بلدي، ومعانا الثلاث فراخ رومي هم الكبار والاثنين الصغارين هم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم الامه محمد اجمعين. الفراخ اللي كانت في الصحراء الثانيه ديت مشت، صاحبتها جت خدتهم، ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويفادهم لها، لان ما طلع طيور كتير، فربنا يبارك لها فيهم. جت خدتهم متربيين جاهزين بسم الله ما شاء الله، يعني كبرتهم حلوين جدا. فقلت لها بقى هات لهم مضاد حيوي بقى او اي حاجه، بحيث ان هم يتنقلوا من مكان لمكان. دي بقى الكتاكيت بتاعتي هي، عندي كتكوتين برقبان، واحد اهوت والثاني اهوت يا حبايبي، هما الاثنين اهم، والاثنين هيبقوا ديوك. فاذا اراد ربنا وخلى لهم عمر ان شاء الله هربيهم. نفسي ايه ان انا اربي ديك برقبان يبقى مع فوسط الفراخ كده، فربنا يبارك لي في الديكين دول عشان اربيهم على الفراخ. فانا مش عايزه اقطع برده، بس ربنا يبارك لي فيهم. الفرخه دي يا حبايبي من سلاله الفراخ بتاعتي، بس اوريكم دي من سلاله الفراخ الجميزه بتاعتي اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحمام بتاعهم بيلزق عليهم من ورا، فهم دول بقى. انا مخلصتها بتدين، عايزه اجيب لهم بتدين بقى عشان ايه احط لهم، لان كده ايه يعتبر في مرحله خطر. فانا عايزه اجيب بقى ازازه بتدين عشان اظبط لهم الدنيا، يفضلوا ماشيين معايا كويسين. وفي نفس الوقت انا ما بكترش لهم العلف يا حبايبي، العلف انا ما بكترش. في اي فيديو انا بتكلم فيه يعني عن العلف وكده، بقول يا جماعه ما تكتروش العلف، لان كتر العلف قدام الطيور بيضرها ما بيفيدهاش. فحاولوا بقدر الامكان ان انتم ما تكتروش العلف ايه بنسب بسيطه كده. انت كنت هندي اهو، دي هندي اهو يا حبايبي، ربنا يبارك لي ولكم الامه محمد اجمعين. في كتاكيت هندي ثانيه معانا هنا، ما تعرف انا ماسكه ده هو معانا هندي كمان اهو. فربنا يبارك لي ولكم الامه محمد اجمعين يا رب، ويبارك لكل صاحب مال في ماله، وما تضيعش تعب حد فينا ابدا يا رب. وحاولوا بقدر الامكان يا حبايبي ان انتم تحافظوا على طيوركم، لان الجو السنه ده هيبقى وحش جدا جدا، فحاولوا تدفوا وتظبطوا الدنيا مع طيوركم والمضادات الحيوي والفيتامينات والحاجات دي كله من قلب البيت. ما تحاولوش انك تشتري ايه ادويه من بره، ان الادويه البيطري بتقلل مناعه الطير. فان جبت ادويه بيطري ما تكتريش، خلي اغلبيه الحاجات اللي بتعملها تعملها من عندك، من داخل بيتك، عشان تحافظ لك على طيورك، لان الادويه البيطري زي ما قلت لكم بتقلل مناعه الطير. عشان ترفعي مناعه الطير بتاعتك، خلي كله خلطات ووصفات من داخل البيت، اعشاب وحاجات من دي، بتظبط الدنيا مع الطيور. وربنا يبارك لي ولكم يا رب الامه محمد اجمعين. وبكده يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو، واستنونا في فيديو جديد وبمعلومه جديده وبخير جديد ورزق جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.